يجيت يجيت اللي وينك حبيبي؟ يجيت ليش ما عم ترد علي يا روحي؟ تعال بلا ما توسخ حالك. يجيت يجيت أخيرا لقيت البيضة. برافو عليكي جاشتي لأنك حافظتي على بيضة التنين. الجو حلو اليوم. عادي هلا مهلك ابني رح تحرق حالك. شوفي شو لقيت. هاي البيضة تبع الدجاجة تبعنا؟ لا طبعاً تيتي، هاي البيضة بتكون للتنين أجدار. ما بعرف بس كأني حاسستها صغيرة شوي، مو هي؟ وأنا هيك رأيي، هاي على الأغلب للدجاجة السوداء. كانت تحت الدجاجة السوداء بس مو هي اللي باططة، يعني مو صحي اللي قلتوه. يجيت لا تروح تعشرها بالحليب. ما فيكي تتخيلي هذا الولد قديش ذكي وشقي بنفس الوقت. بيوم بيقول لي اجى التنين لعنا، وتاني يوم بيقول لي اجوا الاقزام لعنا. وهالشقي كل مره بيخليني صدقه متخيله. وحتى انا مثلك. معناتها الله يكون بعونكم عليه. تفضلي اويا. ايه يسلم ايديك. العفو. بتعرفي انه بقدر اركض بسرعه كتير بالغابه؟ بس أنا هلأ عم بمشي على مهلي كرمالك أنت، لأني بصراحة استنيتك كتير وما بدي توقعي وتنكسري، لأنه وقتها الدجاجة رح تزعل كتير. بابا. ابني تعال شوف يا وحش. قلت لك اني رح لاقيها. ليك هي هي بيضة التنين اجدار، كانت تحت الدجاجة السوداء وكانت عم تدير بال عليها وتحميها. لكان البيضة كانت هنيك. ايه مثل الحكاية اللي حكيت لي اياها. عن جد برافو عليك. تعرف انه يلي عملته كان بده جرأة كبيرة. بس نروح ندور عن كنز رح اتركها بالبيت ورح خلي تيتا تدير بال عليها، ويمكن لوقتها تفقس البيضة. هيك بتوقع، طالما الحرارة موجودة أكيد رح تفقس. بس لا تنسى أنه رح يكون عندك شغل كتير كبير بعدين. مو سهل أبداً تربي تنين، ولازم يكون عندك القوة والصبر. بعرف بابا، ولهداك الوقت رح صير آكل كتير مشان صير قوي، ومشان بعدين بس يكبر أحمله من بطنه هيك وخليه رفرف بجناحاته وعلمه شلون يطير. لكان شو عم نستنى؟ خلينا نروح وناكل شي شغلة مثل ما قلتلي مشان تصير قوي. ايه تمام، بس بالأول بدنا نطلع رحلة. تمام تعال عندي.
بدي اقول لك شغله، تعرف انه احيانا بتجي التنانين على شباك غرفتي يا بابا؟ عن جد؟ طيب شو بيكون بدهم؟ بيجوا مشان ياكلوا، وانا بجيب لهم جبنه وبطعميهم. قلت لي بتطعميهم جبنه؟ مو هن دائما بيطالعوا نار من تمهم، ولهيك لازم ياكلوا منيح مشان يعوضوا، بس ما حدا بيعرف بهالموضوع. فهمت منك انهم هلا بيحبوا الجبنه يلي انت ما بتحبها. ايه هيك، لو ما اكلوها كنت اكلتها، بس من حظي هن بيحبوها. اي منيح. شو يا قبطان، على شو عم بتدور؟ كأنك كنت مركز بشي. بصراحة أنا اكتشفت شغلة بابا. عن جد؟ صار عندي فضول أعرف، اللي شو يلي اكتشفته؟ رح قلك، بس هالشي سر بيناتنا. تمام؟ تمام شريك، سر بيناتنا. يلا اللي شو هو؟ لقيت بنت جنية. بنت جنية؟ عندها شعرات مكزبرين مثل شعراتي، فوقها هي حلوة كتير. ألو؟ إيه، أنا ويجيت بالغابة وراجعين بعد شوي. خلينا نرجع على البيت، خالتك تولاي إجت، وبنرجع منكمل استكشاف بكرة. تمام. يلا قبطان.